تحدثني اني اسوي وصفه تقليديه بالمكونات اللي موجوده جوا. هل انتم جاهزين تشوفوا ايش موجود جوا؟ يلا يلا. مرخ، كعبات كيري، مويه كادي، كمون، رمان، زعفران. تمام، جاتني فكره اسوي وصفه كده مميزه وسريعه. قدر الضغط حنحط المرخ، بريش، مويه، ملح وكمون. صار شكله. بعد ما نغطيه نولعه على نار عاليه. كيف الصفاره بدات تتحرك؟ حتبداوا تحسبوا 10 دقائق. خلصت 10 دقائق وطفيت النار، حخليه يرتاح نص ساعه الى ساعه وبعدين حنفتحه. هنا في قدر ثاني حنحط 12 حبه كيري، زعفران وكادي، مويه، نولع عليه ونخليه يطبخ. بعد 15 دقيقه كده صار شكل الصوص. هذه لحمتنا، هذه وصفتنا النهائيه. عليكم الف عافيه. السلامه.